السلام عليكم ورحمة الله، يا مرحبا مليون. حلقة جديدة من كرافت دبور. أنا عندي هني الأوضاع محتدمة ترى، على فكرة الأوضاع عندي يعني جالس ما بين أنكلك مثل الأكس، ما بمثل بابك أكس. كم واحد ما عنده؟ لحظة خلينا نحسب، لازم نبدأ الحسبة. 1 2 4 5 6 7 7، نبغى 7 بكاكس، واحد نسوي، يبغى لنا 6 غير. لأن شو المشكلة عندي الحين؟ المشكلة الفعلية عندي إنه ما عندي فحم. مو مشكلة، 15 وتعالوا خم البقعة هاي. ما جكت كولكت، أظن عندي بلاوي هنا أصلا. خشب على قفا من نشيل. تعال ليش هاي العايشين؟ يور اندر اتاك. زين، لا اوكي، الوضع بعده تمام. عندي قطعتين بقات من البورتل، ولحين البورتل الاخير انا ما حللته، ما حررته للحين. خلنا نشيل هاي، وعندي هاي المنطقه بس باقي مظلمه، يمكن هاي هني بيطلع واحد من البوسات موجود فيها اكيد. طبعا هذا شيء اكيد. لحظه، الاسلوب كريستال نباهم، هاي كلهم نباهم. ما في واحد من هاي ما ابغاهم، ابا كل هالسوالف. انت تعال. زين، ونبا كل هذا. في تنانين وايد هني، الوضع ما يطمن بخير. بس الحلو في الموضوع، وين فحم عندي؟ بكتب هني فحم. ليش الفحم ياني في نص ال مع سؤال؟ ابى فحم، وابى اسوي درب هني حق الفحم الثاني. ليش هناك هني؟ وخلاص فكملي الفحم هذا كله، راح اتخلص منه ان شاء الله. ريبليس كول بلد 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 بلد. خلنا نكمل الحفر، حطينا واحد هني، ونكمل حفر هالمنطقة هاي، وخلص يكون عندنا فحم. على أمل يكون عندي فحم كفاية يعني، لأن مش قادر أحصل شو، مش فحم، مش قادر أحصل هاي اللي ساكلون الدنيا. إذا أحفر مهني درب على الفاضي، فبحفر من هذا السلم. أول شيء بحفر هني، أو ماي كله وين بيروح؟ الماي تحت. خلنا نحطي له قبل أن نحفر هذا، حطينا سد هني، بورتر. أحط سد بورتر أساسيون، أبو الماي ينزل يرد يتجمع، ما أبو الماي يرد شو توزع من اول وجديد. مثلا هذا الذكي يجيني، او يمكن انا وايد مهمات اعطنهم في نفس الوقت، شوي ملعوزنهم يعني، شوي ملعوزنهم، وايد مهمات في نفس الوقت. 7 غير. حلو، هذا قاعد يكمل درب الحفر، ممتاز. وعندنا نبى الموارد اكثرها، لكن ليش عندي شح في الموارد انا اصلا؟ ويكون اللي عندي يكفيني يعني. شوفوا على الماب شي وايد، بس هني اخلنا شله بعد. ريبليس فرونت كول، هذا في الوسط، خلنا نحفر هذا في الوسط. وعندنا هذا، خلنا بنبدل، خلنا نشيل هايل، ابغى اشيل الموارد هايل. هاي الموارد احسها بتكون وايد مفيده،
وايد وايد مو بالارز بوك. زين هني حطينا حبه. زين يلا تعالوا شلوا هذا. من وين؟ من هني. رئيس بطنه والله. ترى هذا يا افا بعد طلع الماي اكثر. زين مو مشكله برايه. شل شل الماي بسرعه، شل الماي بسرعه. شل الماي هذا كله. ماي محتاجين ماي، نحن دائما محتاجين موارد اكثر، مو مشكله. بس اظن كثرة المهام اللي استذبحني بعض الاوقات شوي. هذا شل الماي كله. ما ابي حتى احفر يعني، ما بس ابي هاي الموارد. ما ابي احفر حتى هاي مش محتاج انا. هذا خليه يدق لين يقول امين. ما ابي خله حقه، خليه ياكل الرمل. مو من فايدة الحين هو يحفر في الرمل سنتين، والرمل اللي تحت حصى يعني تحت يكون رمل طين بعدين حصى. ماشي مشاكل يعني فعليا. هذا ما شلوه؟ لا بطيئين والله بطيئين. يعني كم واحد يسوي بعد صعب يفهمون. احاول افهمهم بشغل. خلينا نشوف الحفر اللي فوق. بس ابو حق هذا روح. بس تفكر تفكر امشي. وانا لين باكر عاد سوى لحد ما حد دربكم والله. بيوم الله اظني بيدخلون صح؟ فشو بسوي؟ لا احترقوا. دو سكر ما هني اوكي. بيكون زين. بس بالطريقة هاي لا ما بيفرق وايد. وابوك انا شليت كل شيء. نيوتك التري ليش انا شو سويت؟ اوكي 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 اوكي. ما بهاك لا ما محتاج. نحن محتاجين الحين ان نخلص معظم الخريطه. بس نيو تاسك نيو تكنولوجيز ماس كرافت ايتمز بلا 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 الى اخره. زين وين الكرافت مالنا صار؟ دوره كرافت. يلا تعال وين هاي خمسة غير. ونسوي بعد المعدات. قلنا نبغى ست حبات. ما عندنا نقدر ما نقدر ست حبات. نقدر المفروض اني اقدر اسوي ست حبات. هذا سبل هذا سبل. هاي الشغلات اللي تضايقني باستمرار. ناقصني سيلفر اجنوت. سيلفر يا سيلفر. ما ادري تهيأ ان انا عندي سيلفر يعني. ما بحتاج سيلفر. بس مكلف ترى. هو مكلف. هو اصلا مكلف. لانه سيلفر مكلف بعد. ليش؟ لانه بعد ما يبغى لانه سيلفر مكلف. عندي هنا جول. في عندي هذا. انزين الحين حصلنا سبل وايد مهم اللي هو كامبس سبل. شوفوا وين اروح. اها احفر بهذا الاتجاه. عجيب عجيب. تعالوا تعالوا يا أصدقائي تعالوا. أقول الحين ما بشي مهني. بلوكلستر ما ظني بحتاج أكثر أصلا. خلها برايه.
حبة واحد ريال يحط لنا هذا كامبس. شو قال لي كامبس؟ يقول لي روح هذا الاتجاه. البوصلة هاي بتوفر علي تعب وايد ترى. انا كنت بطلع الحلقة الماضية وشكلي نسيت انه انا اصلا كنت ناسي البوصلة، ورديت مرة ثانية طلعت البوصلة ونسيت اني انا ناسي، ونسيت اني انا اتذكرت اني كنت ناسي. فهمتوا الموضوع انتم؟ عفى عليكم والله اذا فهمتوا، بس ياخذ 10 مانا الخايس. وين ايوه اتجاه ميميا هني بيكون. البوصلة حلوة طلعنا اماكن الاعداء، وهذا شيء جميل الصراحة. ايوه هو ذا الكلام. ايوه هني كلام كبير. شكلنا بنين هالجيم قريب. هاي يسمونها البوصلة، هي نهاية العالم، والبوصلة هي اساس الخريطة اصلا. شوفوا المشكلة في هاي، لا مش في الوحش نفسه، لكن ممكن نتفادى بعض المشاكل بهم. بيكسرون برا خلنا نطلع سامان الحرب من يسار. البوخ العجيب، تعالوا لحظة عنا شيء قوي. لحظة ماسك حديد كرافت سيلفر اور ما عندي، بس مش مشكلة عادي. انا الحين مهنتي مش تحفير ستون. هذا سهل بيذبحونهم، بس هم متجمعين مع الوحش الكبير. هنا المصيبة الكبيرة. لحظة خلنا نجيب مساعدة بسيطة، احس اني بتوهق. دقيقة وين فاير بول مالي؟ هذا فاير بول. انزين اباهم يستعملون هذا الحين. نبونهم يستعملون ولا كيف؟ ميج ارشر. اوكي استعمله اوريدي، فيري نايس. شوفوا الحين والله دقينا دق على فكره، والله دقينا دق. سكند بارت دقينا على عين دق، ما فيهم حيله الصراحه. هاي الدوارف سوى من لبسهم الصراحة، يستوي عليهم دمج والله شي خرافي. يستوي خلاص، ما بك تقعد جمع ساعتين، ما بك بصير جمع شغلات ثانية. تبغى روحكم كيبين عندهم مهنية عصير لذيذ. انا بيشلونه، شو ما يشلون كل شي خياص. المهم ها وين عارق؟ ايه زين الحين شو نبا؟ نبا مش الماجيك كولكت، نبا البوصلة. نطلعهم الحين اليوم. زين الحين نحن محتاجين البارت الأخير هني. هذا يعطيني الخامس. تعالوا شلوا هاي الزين، تعالوا خلنا نسوي لنا كرافت. شوفوا ريال شو عندهم. لحظة أنا وين قاعد أروح؟ كاكس جولد. ما في اسلحة كثيرة عندهم ولا في دروع كثيرة. انا اشوف الصراحة من وجهة نظري، بس خلنا نشوف شو اقدر اسوي. اذا اني اقدر اسوي كرافت شي زين حقهم ما بقول لا. مثل الهلمت يبالي 1 جولد مثلا. عندي 6 وورير 6 مثلا 7 ما فرقت. خلاص خلصنا الكميات. اقول لك 8 بس ما ظن بتفرق الفرق اللي ممكن نتخيله.
بس يبالي وقت يجهز شوي. بس ما عندنا ترى مثرل بما فيه الكفاية. خلينا ننزل هذا. Too far from top explored area. ما يقدر يبقى. نحنا جينا أصلا قبل 7 دقائق هجوم الزومبي. وقت الحلقة بدأ يخلص. فالحين خلنا نكتفي بأن نصنع سامان. لكرافت لهم. لأن نحنا الحين بنحتاج المثل الأقنة اللي عندنا حق شو. شوف هذا بنحتاجه حق البوابات. خلاص. إذا كفانا طبعا. إذا ما كفانا عنا جولد. عندي 128 جولد. مفروض هي مفروض اكفي عادي. ايزي مش قضية. تينا مرحلة اللي عقبها اتصور هي مرحلة الثلج. اذا ما كنت غلطان. اذا ما كنت غلطان بتكون مرحلة الثلج. انا ما عندي لفت صح. الحين الخريطة مش بالضخام اللي ممكن احتاج فيها لفتات وهذا ودنيا و... هل تشوف خرفاننا خرفان. كت 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 كل 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 بذبح 3 كل. خلنا نحط لهم شوربة يخنة ستو زين ونجيب لنا هايل. بس القاهرة في الدياي ما يعقل بيض إلا إذا ذبحته. المفروض دياي تذبحها ما يعقل بيض. هذا المفروض. لكن شوي بالعكس حسنا انك الجاي بتتمع البيض طول عمرها. لحظة كوب مش مجالة وورير 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 بس حق الوريرز. متو اذا زاد شيء حتى حق الثاني مو مشكلة. يمكن ينقص بعد ما يزيد. لا قياس مضبوط 100 100 مضبوط والله. عندنا هالمتفايد. بس لحظة الوريرز مشكلهم انتم شيلتوا ولا لا كلهم انتم شيلتوا. اوكي رغم اسوي لهم كرافت شيء احسن. ما في شيلد افضل من هذا اللي عندي. ايوه في جولدن يبقى 1 جولد 1 ستيل 1 ايرون 1 جولد اور يعني جرايندينج ستون يبقى 1 ستون 1 ساند نبقى بسوي 10. ونحن محتاجين نسوي كم مش اسمه شيلد 9 شيلد صح؟ لان اعطيناهم 9 هلمت كان 9 وريال عندنا فهذا بيخدمنا بعد. شيلد وايد سوى لنا شغل. وين عندنا فاقة؟ قريب قريب سنة. بس ضد شو؟ ضد المجموعات وايد حلو على فكرة. ضد المجموعات مش ممتاز أكثر ممتاز. يعني يسوي شغل ضد المجموعات مش طبيعي. الميج. الميج يعني الصراحة في النوم في السوار. انزين. خلنا نرجع لموضوع الشيلد. شيلد جولد جولد اجنت جولد اور ستيل جراند جستون نسوي ايرون اور نسوي 10 شيلد. هل 10 شيلد قد انتاج يعني هذا تجهز حق اخر حرب. انا اتصور في الخريطة العودة بنسوي اكثر من هذا. يعني يكون عندنا مسارات خرافية. إذا أنا احتاج كم حلقة الحين؟ حلقة كم؟ 17 18. واعتبر أنا احتاج على أساس إني أوصل في هالخريطة فبيكون درب طويل. والخريطة الأخيرة اللي أنا ناوي فيها أسوي ديكور وبيت مثل عالم الناس مش البيت هذا التعبان. داخل مزرعة داخل بيت داخل تمرين لا. الارتر احسه مش قوي بروحه لكن يوم تحارب ممتاز. انا حق وقت الحرب رقم 1. هني ما في بيبان وراهم.
لا مو بهاي، خلاص برا يقلع. نبغى الحين نسوي لهم اكوب. خلينا نشوف كم شيلد جاهز. لا شيلد شوي بيطول، يبالها درب الشيلد. انزين، هذا كان وقت الحلقة. استعملنا البوصلة، حلقة البوصلة خلصت. ان شاء الله في الحلقة القادمة بحاول اني ابدأ الحرب على منو؟ الزعيم الاخير، نهاية العالم. فنشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.